السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم في القناه تاعنا رزق البلومبي. كاين بزاف الناس ولا تقسيني على الجانكار، على ميتو خريط دك يدفع تبغي تشعله، ميتو خريط دك يدفع. بروبليم كاين ثلاثه تاع المشاكل من هذا الحيه. كي تبغي تشعله كي توخر يقعد دارك كيما هكا راه يشعل، كي توخر يدك يدفع. هنايا الحاله الاولى كي تبغي تفيريفي باش ما ظلش تدير، الاولى تروح للشمعه تشوف الشمعه اللي تضرب في المسمار، الشمعه اللي تضرب في الترموكوب نورمالمون هذه راهي نيشان اللي تضرب في المسمار، في هذاك المسمار هذا اللي يضرب فيه النار. الله يبان لكم، هاي لازم الشمعه تكون تضرب في المسمار. الا كانت الشمعه ما ضربش في المسمار عرب اللي ماشي من الترموكوب، من الجيكارت. تحل تقضب المفتاح توخر هذا التيو تاع الالومنيوم تقلعه تطلع للسماء وتقلعه باش ماشي زعما، تحل الباك هاو اللي هنايا كاين جيكلير باك صغير هو المسؤول تاع الشمعة اللي يكون مغبر ولا يكون مغلوق. تولي الشمعة ما تشعلش نيشان، تولي تضرب تسيع للسما ما تضربش في المسمار، في المسمار تاع الترموكو تقلعها بمفتاح سات وقيلة سات، تحلها بمفتاح سات تنقيها تنقيها بالماء غاية تعاود ترجعها تنسفها وتنقيها وتعاود ترجعها. ولا كانت الشمعة تضرب في المسمار نيشان وانت توخر يدك ويطفى، راه البروبليم في الترموكوب. هي الترموكوب يكون مقطوع هنايا في البلاصة هنايا الداخل عند المسمار، من يقدم وقع يرشا كيما هذا راه خادم هرش يطفى. هيا ولا يا تبدل الترموكوب كاع، ولا البروبليم راه هنا في هذا الديتكتور هذا يكون ما يماسيش غاية، كيما يكون شي ماسي يخدم خدمته ولا يطفى. اول حاجه ديرها تفيري في الباك تاعك، الباك تاعك الشمعه تاعك اش تقول تضرب في المسمار، لاش تضرب في المسمار راهي نيشان ما تبقاش تخرب في الشمعه في الباك تاع الشمعه. ايا ولا تضرب في المسمار نيشان تفيري في الترموكوب، لا اسكو الترموكوب راه مقطوع خاطر شي صدى وكاع ينقطع الداخل داك السلك ما يوليش يفوت الكورون. لا شته نيشان عرف بلي البروبليم راه هنا في الديتكتور في هذه ماشي تماسي غايه، تبدل كاع الترموكوب احسن كاع. أيوة متنساش تدونا ابوني تفعيل الجرس، تلقاو على خير.